الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي عن السعي لمساءلة إدارة البنك المركزي العراقي بسبب فشل إجراءاته في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية. وقال المالكي إن الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة تريليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي. أكد خبراء اقتصاديون أن اتساع الفجوة بين السعر الموازي للدولار الأمريكي والسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي سيكون له تداعيات على السوق العراقية. وأوضح الخبراء أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حجم المعروض من الدولار النقدي الذي يستخدم غالبا في تمويل استيرادات القطاع الخاص العراقي من السلع الإيرانية وفي تغطية طلب المسافرين إلى الدول التي تخضع للعقوبات الأمريكية. وأشار الخبراء إلى أنه في حال تخطي الدولار النقدي حاجز 1600 دينار للدولار الواحد فإن هذا سيقوض كثيرا من القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في السوق العراقية. تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر أيار الماضي ليسجل 8.4%. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، سجل معدل البطالة خلال شهر أيار تراجعا بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق. وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 15 عاما وما فوق في جميع أنحاء تركيا بمقدار 27,000 في شهر أيار ليصل إلى 3,011,000 شخص. يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين إذا أثارت بعض الدول مخاوف من أن هذه التكاليف أصبحت خارجة عن السيطرة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ووفقا لوكالة بلومبرغ، سيدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخيارات المتاحة لتخفيف الرسوم الإضافية وفقا لمصادر مطلعة على الخطط. ويفرض صندوق النقد الدولي منذ مدة طويلة رسوما إضافية على البلدان التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو التي تستغرق وقتا أطول لسداد القروض. رفعت منظمة أوبك تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في عام 2024، وأبقت أوبك على توقعات الطلب العالمي على النفط عند 2,200,000 برميل يوميا خلال عام 2024، كما أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1,800,000 برميل يوميا في عام 2025. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.